خواتاتي خياتي، اليوم نحضروا تحضير ثاني رمضان ان شاء الله اللي دخل علينا بالصحة هنا. خبز دايت يبقى هنا. شوف خواتاتي، عمرته في السنيوة كما راكم تشوفوا قدامي هكذا، يبسته اللي عندها فوق النار فوق الفوغ في الفوغ تيبسه. ما تحضروش على رمضان، عندنا روبو هاكم تشوفوا، شوفوا عندنا كمية اهي. الروبو تاعنا فيه الآلة هذه، هذا الربو مليح فيه كاكاو، شوف هكذا، هذا يرحي اللحام يرحي الخبز يرحي كلش. نوجدو شهر رمضان هذاك الخبز اللي بقالنا، هذا كل الشفعات تاع الخبز وكامل نحطوهم، نحسبوهم رمضان نديرو شابليون نديرو شحال في الأمورات في الحلويات في الأمورات لشهر رمضان هكا ونرحيوه. ها هي ها هو بالروبو تاعنا، شوفوا رحينا هذيك الكمية تاع الخبز، ها هي شوفوا قدامكم نحيو هاك هاي الكمية نديروها في صندوق من البلاستيك هكذا نغسلو ونعمروها حتى نكملو الكمية هذاك تاع الخبز، نستحفظو بها ونخبيوها لرمضان. وعندي تدبيره ثانيه، التدبيره الثانيه شوفوا هذه التدبيره الاولى. التدبيره الثانيه معظم النساء نهار دير لاصوص تاع الطوماط تاع البيتزا او الشوربه كامل القشور ترميها، هي العكس ما نرميوهمش. ها شوفوا القشور، القشره هذيك تاع الطماطم كل مره بي وحده نخبيوها، نخبيوها في ساشي حتى تعمرنا الكمية تاع الطماطم من القشر تاعها، ومن بعد نستحفظوها نشلوها ونستحفظو عليها في الكونجيلاتور. إبا هذه ثاني عندها دور دينا اون صوص، ناخذو كمية هكا شوف نجبدوها، وكل مرة كل ما تربي حبة طماطم تخبيها تخبيها حتى تولي عندك كمية كبيرة، ومن بعد ناخذو هكا شوفو الماء الساخن شوية كمية صغيرة على حسب الكمية تاع الطماطم، كل مرة كل مرة تحجريها تحجريها حتى يكون عندك كمية من قشر الطماطم، قشر تاعها نستحضر به ما يترميش. هذا ثاني أو اقتصادي ثاني، هذا نستغلوه نرميوها في الماء الساخن هذاك ونخليوها تطيب ميم با واحد 20 دقيقة ولا، ومن بعد نربيوها بالميكس قدامكم وتشوفوا لاصوص كيفاه تجينا. كمية هذيك تاع الطماطم أنا حددتكم كمية صغيرة، باخذ طخره اللي عندها هذوك القشور تخبيهم تجمعهم 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 حتى دير كميه مليحه، وتدلو شويه مع حاجه صغيره تاع ماء حق فنجال ولا، ومن بعد نرحي قدامكم وتشوف هكذا. ها ديروا في الميكسر تاعنا ناخذوا البغا تاعنا تاع الميكسر هكذا نرحيه ونوريه لكم، ما ندير لكمش الحسبه. شوفوا خواتاتي هاهي شوفوا القشور، شوف استغليناهم وما رميناهمش، ها تخبي الكميه في الكونجيلاتور وتستعمليهم. ها ديريهم غير قطره ماء وتحبي تحطيهم هكذا في الكونجيلاتور تخبيهم لشهر رمضان، ولا تحبي تزيديهم دي زيبيس كل وحده واش تحب هكذا خواتاتي. شوف هذه التدبيرة الثانية ان شاء الله رمضان، ومازال مزيد ان شاء الله من نوم الفوق. وهذه هاي الكمية تاع لاشابليغ اللي وريتها لكم، هادو زوج تدبيرات لشهر رمضان ان شاء الله، ومازال المزيد ان شاء الله، وان شاء الله يدخلوا علينا بالهنا ان شاء الله، وان شاء الله تفعلوا الجرس وديروا البصمة ان شاء الله، وبقوا على خير المزيد ان شاء الله.